بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة ليلة الجمعة ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 84 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الثاني من شهر ربيع الأول 46 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. مواصل في هذا المجلس ما وقف الحديث عنده في فصول مضت، ساق فيها المصنف رحمه الله هدي النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام. نتعلم هديه، نتقفى سنته، نستكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في كل حين وآن، وفي ليلة مباركة كليلة الجمعة آكد من غيرها من ليالي أيام الأسبوع. لو أن قافية المشاعر في يدي لوهبت شعري في الحبيب محمد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما غنت الأطيار بالصوت الندي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه، واجعل يا رب مجلسنا هذا عامرا بالعلم والإيمان وكثرة الخير والحسنات. وقف الحديث عند فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. وقد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. هذا الفصل يا كرام الذي ابتدأناه في منتهى ليلة الأسبوع المنصرم في باب من أبواب العبادات العظيمة التي أحبها الله وأحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قيام الليل. قيام الليل يا كرام من جنس الصلاة عموما، تلك العبادة التي أعلى الله عز وجل شأنها ورفع قدرها وأكرم أهلها، الصلاة التي كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الصلاة قرة عيوني، الصلاة قرة عيني، قرة عيوننا عليه الصلاة والسلام. أحب الصلاة وتعلق قلبه بها، فكان محافظا عليها، مخبتا لله فيها، خاشعا قائما لله آناء الليل وأطراف النهار. فإذا استوعب الفرائض انتقل إلى النوافل عليه الصلاة والسلام، وفي النوافل من الصلاة كان قيام الليل أحب النوافل إليه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على شيء من النوافل أشد من حرصه على قيام الليل. علم الأمة هذا الباب. جاءت الآيات يا أمة الإسلام والأحاديث الشريفة في بيان فضل هذه العبادة. قال الله عز وجل في الثناء على فئة من عباده الذين اصطفاهم لجنته وأسكنهم تلك المنازل الكريمة، وقد ذكر صفاتهم ليعلمنا سبحانه وتعالى كيف السبيل إلى نيل تلك المراتب لمن خصهم الله تعالى بسكن الجنان يوم يلقونه. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
عندما يقوم العبد من فراشه مؤثرا القيام بين يدي ربه على لذة النوم والكرى وما تشتهيه عيناه من راحة الجسد والنوم في الفراش، يقوم لمرضات الله، فكان الجزاء كما قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لعظم الجزاء كان أعظم من أن يوصف لك في آيات في كلمات. قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فكما أخفوا قيامهم بين يدي الله في جوف الليل أخفى الله تعالى كرامتهم وما أعد لهم من الجزاء والنعيم المقيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال أيضا سبحانه وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لأجل ذلك كانت سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام حافلة بهذه العبادة، كانت حياته ملأة بقيام الليل، تحكي زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ويحكي أصحابه ممن وقف على طرف من حاله العجيب في قيام الليل، شيئا ما يزال باقيا في السيرة محفوظا، وفي رواية الحديث أيضا تراثا نرجع إليه نتعلم كيف يكون العبد عبدا بين يدي الله، كيف يكون قيام الليل عبادة يتسابق فيها الصالحون ويسبق إليها الفائزون. كان عليه الصلاة والسلام يعلمنا وهو القائل: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. لا شيء أفضل في جنس الصلاة بعد الفرائض من قيام الليل، فمهما تقرب العبد بالركعات ومهما ازداد من النوافل ومهما تقرب بالسجود إلى ربه لن يكون كمثل قيام الليل. هذا الفصل يا كرام فيه إشارة إلى طرف من هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، فلعلها تنشط النفوس لتلك العبادة وتجتهد القلوب الصالحة في أن تبحث عن موضع لها في أسوتها برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الفصل ابتداء في بيان الهدي النبوي العام في قيام الليل، ثم يليه فصل في تفصيل هذا الهدي النبوي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحسبنا بهذا يا كرام، وهو ذو المقام العظيم عند ربه والكرامة الجليلة عند خالقه سبحانه الذي أعلى الله قدره وخصه بما لم يؤته أحدا قبل من الأنبياء والرسل الكرام عليهم السلام، قال الله تعالى له في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وسيأتيك ما معنى النافلة في الآية. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اختلف في تفسير القيام المقام المحمود، وأشهر الأقوال فيها أنه مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة، أو هو لواء الحمد، أو غيره كما قيل. أياً كان المقام المحمود، انظر كيف قال الله له: فتهجد به، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً. المقامات العظيمة عند الله والكرامات التي يختص الله تعالى بها من يشاء من عباده طريقها قيام الليل، وبابها الذي يدخل منه العبد إلى نيل الكرامة والعز والشرف والاصطفاء ورفعة الدرجات هذا الباب الخفي في الليل يا أمة الإسلام. قال: فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الإمام القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سببا للمقام المحمود على قولين. الأول أن الباري تعالى يجعل ما شاء من فعله سببا لفضله من غير معرفة بوجه الحكمة فيه. الثاني أن قيام الليل فيه الخلوة مع الباري والمناجاة دون الناس، فأعطي الخلوة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمود. ثم قال: ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم، يعني المقام عند الله يوم القيامة. قال: فأجلهم فيه درجة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعطى ما لا يعطى أحد ويشفع ما لا يشفع أحد. تريد أن يختار الله لك خيرة يوم تلقاه، وأن يصطفيك الله لمقام تحب أن تكون فيه بين يديه دونك عبد الله في هذا الباب، أعني قيام الليل، فخذ منه حظك. قال الإمام ابن كثير رحمه الله:
عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي افعل هذا الذي أمرتك به ليقيمك يوم القيامة مقاما يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير رحمه الله: ذلك المقام هو الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، يريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. هذا يا كرام فصل في هدي النبي أسوتنا وقدوتنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة العظيمة قيام الليل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. يكفي يا كرام أن تعلموا أن الله عز وجل قبل أن يفرض على الأمة الصلوات الخمس في حادثة الإسراء والمعراج، إحدى أعظم معجزات النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، أمر الله تعالى العباد بقيام الليل كما في صدر سورة المزمل، وهي من أوائل سور القرآن نزولا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. كان هذا واجبا قبل أن تفرض الصلوات الخمس، فكانوا يقومون الليل ويصلونه حتى نسخ هذا الوجوب في صدر سورة المزمل بآخر آية فيها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. نسخ هذا الوجوب إلى الاستحباب، وكان بين الآيتين في صدر السورة وخاتمتها عام كامل 12 شهرا، كما قالت عائشة رضي الله عنها. قال أهل العلم: الجيل الذي تربى في صدر الإسلام على قيام الليل ابتداء في أول الأمر قبل أن تفرض الصلوات الخمس هو الجيل الذي حافظ على الصلوات الخمس لما فرضت، هو الجيل الذي تحمل الصعاب والشدائد والفتن والمحن فصبر، فكانوا خيرة الأمة. قيام الليل عبادة تتربى فيها النفوس والله، ويتقوى فيها الإيمان، تصقل فيها القلوب ليكون العبد أصدق إيمانا وأثبت بين يدي الله جل وعلا. الجيل الأول ذاك الذي صلى قيام الليل قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. تدري ما معنى هذا؟ خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، من قاد الراية وحملها من بعده عليه الصلاة والسلام، والمسلمون الأوائل بمكة كانوا الجيل الأعظم الذي حمل الراية وقاد الفتوحات وخاض الجهاد في سبيل الله، فانتشر دين الله جل وعلا في المعمورة. هي العبادة التي تصنع من إيمان العبد شيئا عظيما قيام الليل. فلما جاءت آية الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، اختلف أهل العلم بعد أن نسخ وجوب قيام الليل في حق الأمة، أبقي الوجوب عليه صلى الله عليه وسلم دون أمته أم هو كمثلهم فيبقى قيام الليل في حقه مستحبا؟ لكن قبل أن تدخل في هذا المسألة، السؤال هو: لو قلنا إن قيام الليل واجب في حقه خاصة عليه الصلاة والسلام، كيف تفهم هذا؟ كيف يوجب الله تعالى عليه شيئا دون أمته؟ قال أهل العلم: ليزيد ثوابه وأجره عند ربه عز وجل. أنت تصلي قيام الليل وهو صلى الله عليه وسلم يصلي قيام الليل، أنا وأنت والأمة كلها نصليها سنة مستحبة ويصليها واجبا، فأي الأجرين أعظم؟ أجر الواجب أعظم عند الله، فأراد الله عز وجل أن يعظم أجره وأن يزيده من الكرامة، فكان قيام الليل في حقه خاصة واجبا دون أمته عليه الصلاة والسلام. هذا أحد القولين كما قال المصنف رحمه الله. وقد اختلفوا في أنه هل كان فرضا عليه أو لا، وعلى كلا القولين الاستدلال واحد بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فمن قال إنه ليس واجبا قال: الآية تقول نافلة، والنافلة ليست فرضا،
ومن قال بل هو واجب قال ليس معنى النافلة في الآية ما يقابل الواجب، بل بمعناها اللغوي وهو الزيادة، فتهجد به نافلة لك، الزيادة في ثوابك يا محمد، ورفعة في درجاتك. وعلى هذا يأتي ما سيسوقه المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الآخرون أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره به في قوله يا أيها المزمل قم الليل، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيام الليل في حق غيره ماح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. طيب، هذان قولان: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال الأولون هذا صريح في عدم الوجوب نافلة، والنافلة ما يقابل الواجب. فقال القول الآخر هذا الأمر بالتهجد في قوله فتهجد به، هذا أمر، والأمر يكون للوجوب. قالوا فهو كمثل قوله في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل، فالذي أمره هناك بقوله قم الليل هو الذي أمره هنا بقوله فتهجد به. والتهجد ما هو؟ هو القيام من النوم للصلاة، وهذا قول جل المفسرين. لا يسمى التهجد تهجدا إلا إذا كان بعد قيام من النوم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه الصلاة بعد العشاء الآخرة. قالوا وهو محمول على أنه النوم بعد العشاء ثم القيام بعدها، فيسمى التهجد لأنه بعد الهجود، يعني بعد النوم والخلود إلى الراحة يقوم إلى الصلاة. فقال الآخرون الله أمره بالتهجد، قال فتهجد به كما أمره بالقيام قم الليل، وهذا يدل على الوجوب ولا ناسخ له. وإن قلت نافلة لك قال هذا لا يدل على ما يقابل الواجب، ليس معناه تطوعا ومستحبا. وإلا لا يقول نافلة لك، هل النافلة في قيام الليل خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. إذن لابد أن تفهم أن نافلة في الآية ليس معناه تطوعا، لو قلت تطوعا لكان قيام الليل خاصا به عليه الصلاة والسلام تطوعا، لأنه قال نافلة لك. إذن ليس معنى نافلة هنا تطوعا ومستحبة، بل بمعناه اللغوي النفل الزيادة على الشيء. النفل في اللغة الزيادة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني زيادة، ليس النافلة هناك ما يقابل الواجب. فالنافلة في اللغة الزيادة. وعندئذ ما معنى الزيادة؟ كيف يكون قيام الليل زيادة له عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأن كل العباد في الطاعات والعبادات واكتساب الحسنات يريدون ماذا؟ تكفير ذنوبهم ومحو سيئاتهم، وكلنا خطاء ومقصر ومذنب، فنعمل العمل الصالح لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقال أيضا سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فإذا لا ذنب عليه عليه الصلاة والسلام. فمعنى أن تكون صلاة الليل نافلة له أي زيادة، فإذا كان لا ذنب له فجاءت الحسنات والطاعات والعبادات، فما مصيرها؟ زيادة حسناته عليه الصلاة والسلام. فيكون معنى الآية إذن ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن، لأنه قال قولها إن قرآن الفجر،
ومن الليل فتهجد يا محمد بالقرآن نافلة لك، يعني زيادة لك في أجرك. لماذا زيادة؟ لأنه لا ذنوب ولا سيئات في حقه عليه الصلاة والسلام، فيكون قيام الليل زيادة في درجاته وعلو مرتبته صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعاته نافلة أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا علي عن أبي عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن ابن كثير عن مجاهد أنه قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة له، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفاراتها. هذا الأثر عن الإمام مجاهد رحمه الله تعالى هو استشهاد لما سبق بيانه في كلام المصنف رحمه الله، أن النافلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون بمعنى زيادة الأجر والثواب والحسنات ورفعة الدرجات. لما؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم لا ذنوب ولا سيئات في حقه تكون الطاعات مكفرة لها، فلا سبيل إلا أن يقال إنها زيادة في حسناته. قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة له، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد قال حدثنا نصر. القائل هنا في سوق السند حدثنا ليس المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله، بل هو ناقل كما قال قبل أسطر، قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا علي عن أبي عبيد، وما يزال الكلام موصولا يعني من كلام ابن المنذر رحمه الله. قال حدثنا محمد، نعم. قال ابن المنذر: حدثنا محمد قال حدثنا نصر قال حدثنا عبد قال حدثنا عمر بن سعد وقبيصة عن سفيان عن أبي عثمان عن الحسن في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال: لا يكون نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عن الضحاك أنه قال: نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أثر الحسن وأثر الضحاك رحمهما الله تأكيد لما نقل عن مجاهد رحمه الله، كيف يعني لا يكون نافلة قيام الليل لا يكون إلا نافلة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف معنى هذا؟ بمعنى ما تقدم، زيادة في الأجر والثواب لا تكفيرا للذنوب والسيئات. على هذا المعنى فلا يكون قيام الليل نافلة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ولأمته ماذا يكون؟ يكون لأمته تكفيرا للذنوب ورفعة للدرجات، وكل ذلك ممكن. أما معنى نافلة له خاصة أنه زيادة في أجره وثوابه صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر سليمان بن حيان أنه قال: حدثنا أبو غالب قال حدثني أبو أمامة قال: إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا لك، فإن قمت تصلي كانت لك فضيلة وأجرا. فقال له رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون له نافلة وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟ تكون له فضيلة وأجرا. أيضا هو تأكيد لما سبق من الآثار عن أئمة السلف أن معنى نافلة لك في الآية زيادة في الأجر والثواب، وليس معنى النافلة التطوع والمستحب الذي يقابل معنى الفريضة. وها هنا قاعدة مهمة يا كرام يذكرها العلماء في تفسير النصوص الشرعية، في تفسير الآيات والأحاديث النبوية، أن الألفاظ
التي ترد في النصوص الشرعية تفسر بحقائقها الشرعية التي جاءت بها أو بمعناها اللغوي الذي تكلمت به العرب. أما الاصطلاحات الحادثة المتأخرة التي يقررها العلماء في الفنون والعلوم بعد ذلك، فمن الخطأ تفسير النصوص بالمصطلحات الحادثة، بمعنى أن مصطلح فرض ونافلة ومستحب وتطوع كل ذلك قرره الفقهاء لما دون الفقه وتأسست العلوم وانتشرت التصانيف لتعليم أبناء المسلمين، وقل مثل ذلك في كل العلوم. فلا يصح أن تقول النافلة في الآية هو ما يذكره الفقهاء في تقسيم الأحكام فريضة وواجب ونافلة ومستحب وتطوع، لأن هذا خلل وسيفضي إلى خطأ في تفسير الأحكام والآيات والنصوص. ومثل ذلك مصطلح الكراهة والمكروه، فإن الفقهاء يقولون المكروه هو ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم، وهو أقل درجة من الحرام، لكن ليس هذا الذي نفسر به ما جاء في الآيات القرآنية. ذكر الله في سورة الإسراء القتل والزنا وأكل مال اليتيم وكبائر الذنوب، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فإذا قلت إن المكروه في كل ما سبق هو ما يجوز لك أن تفعله لكنه مكروه، بمعنى أنه ليس حراما، أخطأت خطأ عظيما، فجعلت الزنا والقتل والمحرمات الكبائر جعلتها مما لا يحرم فعله، وليس هذا المقصود. فإن المكروه في الآية الذي ذمه الله وجعله مكروها عنده سبحانه، وهذا معناه الحرام. فهنا ينبه أهل العلم أنه من الخطأ أن تفسر النصوص الشرعية في ألفاظها بما يكون من المصطلحات العلمية الحادثة المتأخرة، ولكل سياقه ومقامه الذي يفسر به وتحمل عليه الأحكام، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله نافلة لك نافيا لما دل عليه الأمر من الوجوب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله عند ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح إذن عند طائفة من أهل العلم، وإليه ذهب المصنف رحمه الله، أن قيام الليل كان واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن قوله تعالى نافلة لك ليس معناه تطوعا، بل معناه زيادة في الأجر والثواب. وهكذا إذا أوجب الله على نبيه عليه الصلاة والسلام عبادة كان ذلك لزيادة أجره ودرجاته وحسناته. ولهذا اختلف العلماء، هل كان الوتر أيضا واجبا عليه؟ هل كانت الأضحية واجبة عليه؟ وبعض أبواب العبادات وقع فيها الخلاف فيما يذكرونه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ليس المقصود في النافلة، ليس المقصود بالنافلة في الآية التطوع والمستحب، وإنما المراد الزيادة في الدرجات، وعندئذ لا ينافي ما في الآية القول بوجوب قيام الليل في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا. لأجل ذلك كان يعتني بقيام الليل فلا يفوته ولا يتركه. ثم ها هنا يا كرام سنة عظيمة فرط فيها كثير من الناس اليوم، حتى ممن أكرمه الله فحافظ على قيام الليل، وهو المحافظة على قيام الليل سفرا. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الليل ولو سافر، فربما صلى وهو على ظهر راحلته يومئ عليها صلى الله عليه وسلم، لكنه ما كان يدع قيام الليل. سواء قلت لأنه كان واجبا في حقه فلا يجوز له تركه، أو قلت كان مستحبا فكان شديد التمسك صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، دل على شدة تمسكه يا كرام بقيام الليل أمران. الأول أنه كان لا يدعه حضرا ولا سفر، مع أنه في السفر تترك السنن الرواتب ويترك كثير من النوافل،
لكن قيام الليل كان في عداد الصلوات التي يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يدل على شدة عنايته بقيام الليل أنه كان يقضيه إذا فاته، فإذا نام من وجع أو تعب أو غلبه نوم فأصبح ثاني يوم قضى قيام الليلة السابقة. فهذا يؤكد أنه ما كان يفرط فيه، أعني قيام الليل، وكان شديد الحرص صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة العظيمة. فأين الأمة المحبة لرسولها عليه الصلاة والسلام التي تعظم ما عظم من قيام الليل، وتحب ما أحب عليه الصلاة والسلام، وتحرص على ما كان شديدا في الحرص عليه؟ حقا إن قيام الليل اليوم في الأمة يكاد لا يحافظ عليه إلا القلائل، والأعم لا يكاد يصلي قيام الليل إلا جماعة مع المسلمين في رمضان في التراويح. لكن من وجد لذة ذلك ومتعة ذلك وبركة ذلك، لا والله ما فوت ليلة من قيام الليل. أسوته في ذلك حبيب قلبه ورسوله عليه الصلاة والسلام، يرى كيف كان شديدا في الحرص على قيام الليل فيتتبع أثره، يقع في قلبه تعظيم قيام الليل لما كان عظيما في قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيقع في قلبه من التعظيم. واليوم من المؤسف أن يعم في المجتمع آفة السهر، ونبتلى به، ثم نزيد سوءة على سوء، فسهر ثم نوم بتفريط من غير قيام ولا بركعتين. هذا غاية التفريط والله، وغاية التقصير، وأخشى أن أقول غاية الحرمان. حرمان والله أن تكون يقظا في الليل ثم تدرك نصف الليل، بل تدرك ثلثه الأخير، فيغلبك النوم فتقوم إلى الفراش، وبالكاد إن أوترت وإلا فحتى الوتر ربما فات على بعضنا، والله المستعان. ما الذي يعجز أحدنا يا كرام أن ينهض فيتوضأ ويصف قدميه بين يدي الله ليركع ركعتين، يثبت في صحيفة عمله قدرا من قيام الليل بحده الأدنى بركعتين؟ ومن قال لك إنه ينبغي إذا قمت الليل أن تقرأ حزبا وجزءا وأن تختم كل أسبوع أو كل شهر؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. عشر آيات تقرأ بها في ركعتين عبد الله من الليل من بعد العشاء وسنتها الراتبة، تكتب لك قيام الليل بعشر آيات تنجو من الغفلة. وإلا فمعنى الحديث: من لم يقم بهذا القدر الأدنى بعشر آيات بات غافلا، والله المستعان، غفلة والله. ولا يليق بعبد أكرمه الله فصلى الصلوات الخمس يومه ذاك وأدى السنن الرواتب وحافظ على كثير من الأعمال الصالحة يختم يومه بغفلة، لأنه ما وفق لأن يقرأ ولو عشر آيات في ركعتين بين يدي الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، الذين قال الله عنهم: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا ثناء من الله عز وجل. قال: ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أو من المقنطرين يعني أصحاب القناطير المقنطرة من الحسنات والدرجات والأجور والثواب. فلن يعجز حريص عاقل محب للخير متبع للسنة يريد أن يحيي قيام الليل إلا أن يقوم بها ولو بركعتين، فإذا أكرمه الله فزاد على ذلك، زاد من الخير ما كتب الله له. لكنه حقيقة مما نصارح به أنفسنا أن نقول: من المؤسف أن يعم السهر فيمتد بنا تأخر النوم فندرك نصف الليل وأحيانا ثلثه الأخير، ثم لا نظفر ولا بركعتين ولا بعشر آيات. لكنه أقل ما يقال أن يقلل المرء من تفريطه بأن يختم يومه بركعتين ليلته يقوم بها. فأما من سهر الليل كله إما لانشغال أو لعمل أو وظيفة ونحوها، فلا حق له كذلك أن يمضي كله الليل في حقه منشغلا بكل شيء، بأنس مع الأولاد وسهر مع الأهل وقضاء حوائج أو بأداء وظيفة وعمل. مؤسف أن ينشغل بكل شيء ثم لا يظفر بدقائق معدودات يجعلها صلاة بركعتين بين يدي الله جل وعلا. والله يا كرام، مهما صليت في أثناء الليل وأطراف النهار من ركعات سوى الفريضة
تظل بإزاء قيام الليل شيئا قليلا. قيام الليل عبادة عظيمة في وقت كريم يتنزل فيه الكريم جل جلاله نزولا يليق بعظمته وكبريائه، كما في الحديث الصحيح فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأين العباد؟ أين الطالبون؟ الكريم الغني الحميد ينادي العباد، فما حال من كان في تلك الساعات معرضا إلا كمن يناديه ربه فيوليه ويعطي ظهره منصرفا والعياذ بالله. من قضى ليله نائما أهون والله ممن قضاه سهران ثم ما استطاع أن يصلي ركعتين. على الأقل النائم نائم، يعني لم ينشغل بشيء، غلبه النوم وبقي في الفراش. أما المستيقظ اليقظ المنشغل بأمور كثيرة، فحق عليه إذا أراد لنفسه النجاة ولحياته السعادة والتوفيق والبركة وكل ما يرجو الله من أسباب الفلاح والتوفيق والهداية والسداد والنجاح، أن يكون له في قيام الليل ولو حظ يسير يظفر به بهذه السنة النبوية العظيمة. قال رحمه الله: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة يقضي ما فاته من الليل، لأنه كان يقوم ب11 ركعة، فإذا أصبح جعل ذلك قضاء لا يفرط فيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها. صلاة الكسوف إذا انقضى الكسوف فلا تقضى، صلاة الاستسقاء إذا نزل المطر فلا تصلى، تحية المسجد إذا دخل فجلس قبل أن يصلي فاته أن يصلي تحية المسجد، هذه صلوات ذوات أسباب. فالوتر كذلك إذا فات وقته من الليل حتى طلع النهار لا قضاء للوتر. ألا ترى أنه كان يصلي 11 ركعة، فإذا أصبح قضاها 12 ركعة فلا وتر، يزيد ركعة يشفع. ومن كان منكم يوتر بـ3 ففاته وتره ذاك اليوم قضاه ثاني يوم بالنهار 4، ومن كان يوتر بـ5 قضاها 6، وهكذا. قال: فهذا دليل على أن الوتر لا قضاء له. نعم. قال: في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضى الليل وصليت الصبح فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه، هذا معنى كلامه. وقد روى أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. ولكن لهذا الحديث عدة علل. هذا الحديث يدل على أن الوتر يقضى إذا فات. قال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. فإذا من نام عن الوتر يصليه إذا أصبح، من نسيه فحتى طلع الصبح يصليه إذا تذكر. فدل هذا الحديث على أن الوتر له قضاء، خلافا لما نقل المصنف قبل قليل. لكن كما قال المصنف: لهذا الحديث عدة علل. هذا أحد المسلكين، فإن العلماء منهم من يضعف الحديث كما يذكر المصنف رحمه الله، ومنهم من يصحح الحديث كما أخرج أبو داود بإسناده والدارقطني والحاكم والبيهقي هذا الحديث وصححوه، وصححه أيضا العلامة الألباني رحم الله الجميع. فدل على أن العلماء في تصحيح الحديث ها هنا على قولين. نعم. قال: ولكن لهذا الحديث عدة علل، أحدها أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، الثاني
أن الصحيح فيه أنه مرسل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: هذا أصح، يعني المرسل. وإذا كان الصحيح في إسناد الحديث الإرسال، فالإرسال نوع من الحديث الضعيف عند المحدثين. قال الثالث: أن ابن ماجه حكاه عن محمد بن يحيى بعد حكى عن محمد أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهن. عارض الحديث بحديث أبي سعيد في صحيح مسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال: هذا دليل على أن الوتر لا يقضى، والحق أنه يمكن أن يجمع بين الحديثين. أوتروا قبل أن تصبحوا على أنه الأفضل وهو وقت الوتر، ولا يعارض هذا أن يكون للوتر قضاء إذا فات محله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. كم كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الركعات في قيام الليل؟ انتقلنا الآن إلى مسألة تتعلق بالهدي النبوي في قيام الليل، كم عدد الركعات؟ الثابت في الصحيحين عن 2 من الصحابة، أمنا عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإن كل منهما حكى عدد الركعات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في قيام الليل. والأحاديث المروية لا تخرج عن عددين، إما 11 ركعة أو 13 ركعة. لم يحكي أحد من الصحابة غير هذا العدد، أن غاية ما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم من العدد في قيام الليل إما 11 ركعة أو 13 ركعة. وقبل أن ندخل في تفصيل هذه المسألة وما ينتهي إليه المصنف من ترجيح العدد، هنا تنبيه مهم: اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العدد من الركعات في قيام الليل 11 أو 13 لا يدل على المنع من الزيادة على هذا العدد. لما؟ لأنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالليل أجاب فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يقيده بعدد ولم يجعل له حدا. أما اقتصاره هو عليه الصلاة والسلام على هذا العدد 11 ركعة أو 13 ركعة كما في الحديث: لم يكن صلى الله عليه وسلم أو ما كان يزيد في قيام الليل في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وفي الرواية الأخرى 13 ركعة. وسيأتيك الخلاف هل الركعتان حسبت مع سنة الفجر أو ليس كذلك، على خلاف سيأتي بيانه بعد قليل. أيا كان، فليس في الحديث دلالة على منعه صلى الله عليه وسلم من أن يزيد إنسان على هذا العدد، بمعنى أنك لو وهبك الله همة ونشاطا فجئت تصلي من قيام الليل ما كتب الله لك، فصليت 10 ركعات 20 ركعة فلا شيء يمنع. وما يصليه الناس في صلاة التراويح في رمضان في كثير من المساجد بما فيها الحرمان سابقا كانوا يصلون 20 ركعة والوتر 3 فالمجموع 23، فهل يقال إن هذا خلاف الهدي النبوي؟ الجواب لا، بل هذا من عموم ما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: صلاة الليل مثنى مثنى، فدل ذلك على عدم تقيده بعدد، وعلى ذلك جرى عمل الأمة سلفا وخلفا، كما حكى ذلك الأئمة ابن عبد البر شيخ الإسلام ابن تيمية وعدد كبير من أئمة الإسلام أن هذا مما تتابعت عليه الأمة وأجمعت على أنه لا تقييد بعدد، وما زالت جوامع المسلمين وما زال صنيع الأئمة الفقهاء الكبار في الأمة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد وغيرهم من كبار فقهاء الأمة رحمة الله عليهم، يؤثر عن أحدهم أنه ربما قام الليل 60 ركعة 100 ركعة، فهم كانوا أفقه وأدل. هذه واحدة. والثانية أن يقال: لما كان عليه الصلاة والسلام يتقيد بهذا العدد؟ لما كان لا يزيد عليه؟ الجواب
أن الليل في قيامه صلى الله عليه وسلم كان لا يتسع لزيادة على هذا العدد. كيف يا رجل؟ كان يقوم قياما طويلا طويلا طويلا، يصلي ركعتين، فلا تسل عن حسنهن وطولهن كما تقول عائشة رضي الله عنها. وجاء في بعض الروايات وصف لهذا الطول، قام ليلة، وقد حكى هذا من وقف بجواره وصلى معه، قام ركعة فقرأ بها بالبقرة، قال: فقلت يركع عند 100 فمضى، فقلت يركع عند تمامها فمضى، فلما أتم البقرة قلت يركع عندما ينتهي منها فاستفتح النساء، فقلت يركع عند كذا عند كذا فأتم النساء، فاستفتح آل عمران، فقلت يركع فقرأ البقرة فالنساء فآل عمران في ركعة صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركع ركوعا نحو من قيامه، والسجود مثل ذلك. بالله عليك، قيام بهذا الوصف كم يتسع له الليل من عدد في الركعات؟ نعم، لم يكن يفعل هذا دائما، لكنه على التقريب وصف في قيام طوله عليه الصلاة والسلام. في طول قيامه كان يقوم قياما طويلا ويركع طويلا ويسجد طويلا، فما كان الليل يسع أكثر من هذا العدد. لكن صلواتنا القصيرة الموجزة المختصرة على قدر ضعفنا وحالنا، والله يغفر لنا، ننهي 10 ركعات وما أتممنا ساعة، ننهي 20 ركعة ولا زلنا في حدود الساعة والنصف، نقرأ فيها جزءا واحدا موزعة على 20 ركعة، لا حرج. الله يقول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ومن قام بآية قبل الله منه، لا حرج. لكن إذا سئلنا عن هديه عليه الصلاة والسلام ولما كان لا يزيد على هذا العدد، فالجواب أن وصف قيامه صلى الله عليه وسلم ما كان يبقى في الليل بقية لتتسع لمزيد من الركعات صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكان قيامه صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة أو 13 ركعة كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. ففي الصحيحين عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن. والصحيح عن عائشة الأول. ما الأول؟ 11 ركعة. نعم. قال: والركعتان فوق 11 ركعة، والركعتان فوق 11 هما ركعة الفجر. إذن 11 ركعة قيام الليل، لكن لأن قيامه الليل كان يتصل بالفجر، فيطلع الفجر فيصلي ركعتين بعدها سنة الفجر، فيكون المجموع 13 ركعة. قال: والركعتان فوق 11 هما ركعة الفجر. جاء ذلك عنها مبينا في هذا الحديث نفسه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر، ذكره مسلم في صحيحه. وقال البخاري في هذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين. وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يعني بركعة. نعم. ويركع ركعتي الفجر، وذلك 13 ركعة، فهذا مفسر مبين. وأما ابن عباس فقد اختلف عنه، ففي الصحيحين عن أبي جمرة عنه أنه قال: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13، يعني بالليل، لكن قد جاء هذا عنه مفسرا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل،
فقال 13 منها 8 ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر. 13 منها 8 ركعات ويوتر بثلاث فالمجموع 11 وركعتين بعد الفجر فالمجموع 13 ركعة. فانتهى رحمه الله إلى أن اختلاف الروايات عن عائشة وعن ابن عباس رضي الله عنهما محمول على ما وردت به بعض الروايات مبينة لهذا التفاوت. فإن قلنا 11 ركعة فالمقصود من غير سنة الفجر، وإن قلنا 13 ركعة فالمقصود مع حساب ركعتي الفجر، وأنه لا اختلاف وأن العدد في ركعات قيام الليل 11، وأما الروايات التي جاءت ب13 فضم إليها ركعة الفجر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن كريب عنه في قصة عنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، نعم. قال: وفي الصحيحين عن كريب عنه في قصة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، وفي لفظ فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. هذه كم؟ ما تعد. قال: ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه كم؟ 12. قال: ثم أوتر، هذه 13 ركعة. قال: ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين. إذن سنة الفجر غير 13. قال: إذن هنا رواية أخرى في الصحيحين أنها، أعني ركعات قيام الليل، 13 ركعة من غير سنة الفجر، نعم. قال: ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيحة في الصحيحين، وهي مفسرة للرواية التي قبلها: صلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين، فهي مؤكدة أن قيام الليل الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما ليلة مبيته عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت 13 ركعة سوى سنة الفجر. قال: فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة، واختلف في الركعتين الأخيرتين هل هما ركعتا الفجر أم هما غيرهما. قال رحمه الله: فقد حصل الاتفاق على 11 ركعة، يعني في مجموع الروايات، وإنما الخلاف وقع في الركعتين الأخيرتين هل هي من تمام القيام فيكون المجموع 13 ركعة أم هما ركعة الفجر كما قال رحمه الله تعالى، نعم. قال: فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ عليها جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة. كيف 40؟ الفريضة كم ركعة؟ 17 ركعة، والسنن الرواتب 10 أو 12، ثم ماذا؟ ثم قيام الليل أيضا إذا حسبته بإحدى عشرة أو 13 كما سيحكي لك الآن في جمعها، نعم. جاء مجموع، قال: جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار 40 ركعة كان يحافظ عليها دائما 17 فرضا وعشر ركعات أو 12 سنة راتبة وإحدى عشرة 27، نعم، وإحدى عشرة أو 13 ركعة قيام الليل، فالمجموع 40، وما زاد على ذلك فعارض غير راتب. 40 ركعة كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها كل يوم وليلة موزع بين الفريضة والنافلة. ليس معنى هذا أنه ما يصلي غيرها، هناك صلوات غيرها ليست مستمرة كل يوم، يعني أقل شيء يصليه في اليوم والليلة كم؟ 40 ركعة، نعم. وما زاد؟ وما زاد على ذلك فعارض غير راتب، كصلاة الفتح 8 ركعات، وصلاة الضحى إذا قدم من مغيبه، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات. اسمع رعاك الله، اسمع ما يقول ابن القيم رحمه الله، فينبغي
فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة. والله المستعان. الله أكبر. أي أيوة والله، من طرق باب ربه 40 مرة كل يوم، والله ما أسرع أن يفتح الله له وأن يعجل الله له بالإجابة. رب كريم سبحانه، وباب عبادة مفتوح، لكن العباد منهم من السابق ومنهم المقتصد ومنهم المقصر. نسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم في خيرة عباده الصالحين. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه لديك، ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى نبينا محمد، تجلى للحياة فكان نورا، بدين طاهر أهدى البشائر، وسار ليملأ الكون انشراحا، وفي توجيهه طهر الضمائر، عليه صلاة ربي ما تنادت إلى التكبير أصداء المنابر. فيا ربي صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. ونسألك اللهم علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.